وعلى سبيل المثال وانا اقول بالصراحه لم يعجبني مثلا اسلوب الدكتور الفاضل وهو له يعني لسان صدق ان شاء الله وقدم حق الدكتور محمد عمار امتع الله به وفعلا يعني وافسح له في المده، لكن لم يعجبني حقيقه وعبرت عن هذا في الحلقه القديمه هذه الجزيره حين تصدى لنصر ابو سعد. كان حريصا جدا على ان يبرهن انك كافر يا ابو سعد. ابو سعد انا مسلم واشهد وفي الله. قال له اشهد 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 انه انا اشهد واعرف هذا كنك. لماذا تريد يعني ان تضمهني بكفر الدكتور عماره؟ ما هذا؟ غضب الرجل. على كل حال لا كان يكون نقاش علمي جدا وان تناقشه برطانته هذه. ها؟ بتكلمني عن العلم والتاريخ سواء جدابر ومش جدابر وجناح ايه؟ اتكلم انت اذا كنت تحسن، اذا تاخر وليتقدم اليه من يحسن. لديكم في المغرب في سوق محترم جدا. قامة فارعة، الدكتور طه عبد الرحمن يا اخي نفع الله به. عملاق. هذا الاسم مركب عملاق من عمالقة الفكر والله العظيم. مكنة مفكرة ما شاء الله عليه. لماذا مثلا في قضايا فكرية، فلسفية، حداثية، أخلاقية كذا يكون ذلك بفهم هويري قال يناقش. صحفي نحترمه ممتازة بالصحفي هذا. يكون بالخطابي يناقش ايه؟ صادق شايل العظم مثلا في العلمانية صحيح؟ خطابه فقيه يا أخي. فقيه رجل ايه؟ عالم دين ما شاء الله ممتاز لكن ليس فيلسوفا لا يستطيع ان ياخذ ايه؟ يعني في هذه القضايا ما اخذ ايه؟ المفروض القضاء يقول لها انا تراجع ورشح اخي البروفيسور الدكتور طه ايه؟ عبد الرحمن. لو جاء طه عبد الرحمن خلاص هتشوف انت ايش؟ كيف ان لي الحق ابرز وان الباطل لجلج ولم صحيح قيل لاحد اللطفاء يعني ما بقيت تشتهي من الدنيا ايش الرده؟ قال اشتهي ان ارى حجه تتبخر وتضاح وشبهة تتضاء وافتضاح. انت في نزل طه عبد الرحمن يوجهك هذا الموضوع نقدمه وهذا من باب الامانه الدينيه في قضيه تعدد الزوجات يؤخر قضاوي وهذا مجال مجال تفسير النص والنص صحيح وتقدم صافي ناس كاظم على عيني وراس صحفيه اسلاميه متحمسه لكنها انسحبت من النقاش. أفهمت الدجال الفيصل يعني احرجتها باسئله هي عجيبه جدا وسمجه لكن احرجتها فقال لها الدكتور فيصل قاسم يا استاذ صدق ناس احنا على الهواء مباشره قالت ان شاء الله يا رب على القمر احنا على الهواء مباشره قالت ان شاء الله يا رب على القمر والله ضايعه هذه هزيمه رحمه الله على شيخنا شيخ الدعاء محمد الغزالي كان معشق هذا الرجل اللي قال هذا الاسلام قضيه عادله لكنها ابتليت بمحامين فشلا تحتاج الى المحامي هي ايضا المترة محامي المترة كفؤ لعداله القضيه ان يكون كفاءه القضيه في عدالتها وحقيتها